مسألة ثالثة، إيش معنى غضب؟ غضب الرب إحنا نعرف أن الغضب صفة آدمية ناشئة عن انفعال، لما ينفعل ويضطرب المزاج يغضب الإنسان. الحديث هذا بل القرآن الكريم وصف الله بالغضب: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. في سورة الفاتحة نحن نقرأ: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله يصف نفسه في القرآن بالغضب. هل هذا الغضب بالنسبة لله تعالى حقيقي كذا؟ احنا عندنا الغضب انفعال في الطبع. الله جل وعلا منزه عن الانفعالات النفسية، ما قال الله منفعل ويغضب ويحب ويكره، هذه الصفات انفعالات. أراد الله أن يعبر باللفظ ليقرب المعنى، عبر بهذا اللفظ عشان يقرب لك المعنى وتفهم المراد. وإلا فإن المقصود بالغضب العذاب، يعني صفة فعلية ليس صفة ذاتية لله، صفة فعلية اللي هو العذاب، غضب الله يعني عذاب الله وناره، وليس المقصود الانفعال. كذلك إن وجدت أن الله يحب كذا أو يكره ويبغض كذا ليس انفعالا، ولكن يحب أن ييسر للخير من فعل هذا الفعل، يكره ييسر للشر من فعل هذا الفعل. وفعلا وشوف يسر هذا العمل، تعليم الصغار أمر يسير، لكن نتيجته يطفئ غضب الرب. وهذا فيه رسالة أن الإنسان عليه أن ما يستهين بالحسنات أبدا، يفعل الحسنة وإن تكن في عينه هينة، ربما تمر أنت في الطريق كذا وتميط أذى منه. يعني ذاك الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما عنده خبر عن شيء، قال صلى الله عليه وسلم بينما قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في الطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال إن هذا الكلب قد بلغ به الظمأ مثل الذي بلغ به، فنزل البئر فنزع خفه فملأه بالماء ثم أمسكه فيه ثم خرج فسقى الكلب فشكر الله له وغفر له. كذا علمونا في المدارس، هذا الحديث كان مقرر، كان حفظه في المدرسة، هذا الحديث من المقررات، كان مقرر الحفظ يعني احفظه وجوبا. فسقى الكلب فشكر الله له وغفر له. هل عند خبر هذا الرجل الذي سقى الكلب أن الله غفر له وشكر له؟ ما عنده خبر، لكن فعل الفعل ثم مضى. واحد يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه من الركوع وقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من الذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ قال ذاك الصحابي أنا يا رسول الله أنا قلت. فقال صلى الله عليه وسلم إني رأيت 30 من الملائكة يبتدرونها يكتبونها لك. ملائكة كتبوها لك، أكثر من 30 ملك كتبوها لك الكلمة اللي قلتها. الحسنات يذهبن السيئات، الواحد ما يستهين بحسنة أبدا، ربما تمر بأمر كذا في نفسك هين، من أزال أذى من الطريق غفر الله له وشكر له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار ولو بتمرة، كذا الحديث. شفت كذا تعمد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال اتقوا النار ولو بتمرة، تعمد انه يقول بشق يعني نص، وما حد بيسوي هذا. انت عندك تمره معقول بتقصها نصين وتصدق وبتلقى اثنين خذها نص تمره نص تمره؟ ما بيسوي هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقول لك كما قال في الحديث ذاك الثاني، يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او منطلق، لفظان تبش وجه أخيك.
لا تستهن، لأنك ما تعرف الحسنة التي ترضي الله عنك وين هي مضمونة في شيء من ذي الحسنات، في قومة قبل الفجر ركعتين، وضوء، تبكير للمسجد، إدراك تكبيرة الإحرام، ذكر بين 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 صلاتين، صدقة، شيء، ابتسامة في وجه أخيك، كلمة طيبة. المهم إن شيء من الحسنات ذي مثل ليلة القدر، وحدة في شيء من الحسنات ذي في مثل ليلة القدر، ينظر الله إليك بسببها نظرة رضا لا يسخط عليك بعدها أبداً.